اهلا بكم مشاهدينا، حلقه جديده من لبنان اليوم. نطلع عليكم بحلقه جديده. 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، والحقيقه لا تزال مطموسه والجروح لم تضمد. امهات تبكينا، زوجات ينحبنا، واطفال يتامى. 6 أشهر والمشانق لم تعلق لمن كان وراء هذه الجريمه الذي ذهب ضحيتها مئتا قتيل والاف الجرحى. 6 أشهر وبيان من هنا وبيان من هناك، وكأن العاصمة لم تدمر، وكأن قاطنيها ليسوا تحت الأنقاض، أحياء كانوا أم أموات. إلى جانب كل الهموم الحالية اليومية، وبالرغم من وقع جائحة كورونا، وبالرغم من مرور 3 أشهر ونصف على عدم تشكيل الحكومة، لا تزال السجالات السياسية المباشرة وغير المباشرة مستمرة، بعضها يصل إلى علك تفاصيل في عوامل متشعبة ومعظمها داخلية تؤخر تأليف الحكومة اللبنانية. عناوين عديدة سأطرحها اليوم مع ضيفي رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع دكتور عبد الهادي محفوظ. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني خلينا نبلش بالبداية، بس اليوم مر 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، بكرة 4 شباط، 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، وبعد ما عرفنا شيء مين وراء هالجريمة. مرق 6 أشهر وستمر 6 أشهر لاحقة ولا يعرف من الذي ارتكب هذه الجريمة بحق اللبنانيين، ولكن على الأقل يفترض بالسلطة السياسية أن تلملم جراح الناس، أن تهتم بأهالي الشهداء الذين وقعوا ضحية هذا الانفجار، بجرح الكثيرين، ولا يبدو أن هناك الاهتمام الكبير بهذه المسألة من جانب الدولة. عم تقول 6 أشهر ممكن يمروا مر يعني نعم. جديد وما نعرف الحقيقة نعم. هو تقصير قضائي ولا طمس سياسي للحقيقة؟ هو إذا بدك عوامل متعددة ومتشابكة ومتداخلة تحول دون كشف الحقيقة، لأنه في نوع أصلا حتى من التعمية الدولية، لأنه بمرحلة أولى قيل بأنه جهات غير لبنانية التي فعلت هذا الأمر، وفجأة سحب هذا الكلام اللي صدر للوهلة الأولى بس بعد ساعات انسحب الكلام نعم. مع نعم. الأمين العام للأمن العام. أحسنت. لا وقتها يعني ما بعرف مين اللي سحبوا، لأن أنا عملك بزيارته على المرفأ دغري قال أنه لا ما في ضربة إسرائيلية لها. المهم هذا يعني أحد الاحتمالات التي أسقطت بدون التحقق فعلا من مدى صحة هذا السحب لهذا الأمر. المسألة الثانية أن أقحمت مسألة المرفأ بالاشتباك السياسي الداخلي وبالاشتباك الطوائفي وب يعني إمكانية الوصول من خلال موضوع المرفأ إلى أمور أبعد من ذلك، ترتبط حتى بالتحقيق الجنائي، ترتبط بتشكيل الحكومة، ترتبط بالعلاقات الزواريب السياسية نعم يعني. فبالتالي هيدا الأمر ما حصل. عدا عن ذلك أنه ينبغي أن أخذ في الاعتبار دور الطبقة السياسية وتأثيرها على القضاء. يعني القضاء هو القضاة النظيفين، ولكن إذا تطلعنا الآن إلى هذا القضاء تشوب الكثير من سيئات الفساد الذي يعاني منها مجمل المجتمع اللبناني، وأيضا ارتباطات لهذا القضاء أو لهؤلاء القضاة بالطبقة السياسية اللي بالنهاية هي المستهدفة بالحملات على اختلافها حاليا، سواء بموضوع المرفأ أو بموضوع الإصلاح أو بموضوع الفساد، يعني أو بموضوع الأزمة النقدية والمالية ومسألة تهريب الأموال إلى الخارج. كل هذه الأمور يعني لا أنت ولا الفقراء ولا أنا اللي عم نقوم فيها. لاحظت لك؟ وهذا النظام اللبناني، هذا النظام الطائفي يمتلك من إمكانيات الصمود أكثر مما يتصور الكثير، يعني يتصور الكثيرون. يعني كان هنالك إذا بدك أحلام، وهي أقرب إلى الأوهام عند الحراك الشعبي، أنه هذا النظام سوف يسقط غدا وأنه هن البديل عنه. لا، مش هيك الأمور. هذا نظام
يملك امكانيات الدفاع عنه بامور مختلفه وبسرعه. حيلا موضوع خلاف، حيلا موضوع خلاف عم بيصير في دغري يتسيس طائفيا. احسن يعني هون عم بيصير خط احمر، هون عم بيصير خط احمر. أوكي. حتى امبارح يعني شفنا تحرك يعني اهالي الضحايا المرفأ وقت راحوا اعتصموا قدام منزل القاضي صوان، شفنا القوى الامنيه كيف تعاملت مع اهالي ضحايا، يعني كمان هدي ما صارت بالعالم. انا معك، ولذلك عم بقول انه على الاقل الضغط ينبغي أن يكون بصالح أهالي جرحى وأهالي الشهداء والاهتمام فيهم، يعني لهدف ممكن التحقيق، وبالتالي هؤلاء الناس الجرحى والشهداء يلقون تضامن كل اللبنانيين بمختلف الفئات لحصله. ولذلك كيف يمكن إبعاد هذه القضية عن زواريب الاشتباكات السياسية والطوائفية؟ وهذه قضية قد توحد اللبنانيين، يعني نحن بحاجة الآن إلى توحيد اللبنانيين حول المطالب الممكنة. لاحظت عليك كيف؟ المتضرر الآن من الفساد كل اللبنانيين، المتضرر من وضع الدولار والليرة اللبنانية كل اللبنانيين إجمالا، يعني شو اسمه، المتضرر من غياب الإصلاح كل اللبنانيين، المتضرر من الاشتباكات السياسية الطوائفية على تشكيل الحكومة كل اللبنانيين. لاحظت عليك، وهذه الأوضاع يعني تعطي فرصة كبيرة للتدخل الدولي في الشأن اللبناني، وعلى حساب السيادة اللبنانية، وعلى حساب مستقبل ما يمكن تسميته المصارف اللبنانية، لأنه أنا بتقدير الشخصي هذه الأزمات سوف تأتي بمرحلة لاحقة بالمصارف الأجنبية لتصادر هذا الدور المصرفي المميز في لبنان وفي المنطقة. يعني كمان 3.5 أشهر على تكليف الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، وروح مكانك، عم نشوف حرب بيانات، عم نشوف تشكيلات تقال انه تقدمت، في عم تقول كمان ايضا عم نشوف روح مكانك، المبادرة الفرنسية وين صارت بقصة تشكيلة حكومة طوارئ، يعني عم نشوف في فراغ، عم نعيش بفراغ، بس عم نعيش بفراغ سياسي واقعي، لكن عم نعيش بحرب بيانات وكلام من هنا ومن هناك. في اي حركة لتشكيل الحكومة؟ اولا يعني لا شك انه الاشتباكات السياسية الداخلية والطوائفية وتبادل الرسائل الملغمة بين مختلف الاطراف هي عنصر عائق اساسي امام تشكيل الحكومة، هذا بالمعطى الداخلي، وهذا المعطى لن يتغير بسهولة، يعني مش سهل، لكن بتقديري المعطى الأساسي هو معطى دولي في عملية تعطيل تشكيل حكومي. لا ننسى أنه المبادرة الفرنسية جاءت في زمن الرئيس السابق الأمريكي ترامب، صحيح أنه أخذ نوع من الموافقة الشكلية من جانب الرئيس الأمريكي، من جانب الإدارة الأمريكية، ولكن ربط موضوع تشكيل الحكومة مباشرة وقتها بالشروط الأمريكية بمسألة ترسيم الحدود البحرية والبرية. لاحظت عليك كيف؟ والأخذ في الاعتبار إذا بدك بطريقة غير مباشرة دفع لبنان إلى التطبيع مع إسرائيل. هذا الأمر لم يحصل، ولذلك بدأت الإشكالات أمام المبادرة الفرنسية اللي صار معها نوع من التجاوب الداخلي، وعندما لمس الرئيس ترامب انه في امكانيه انه لهذه المبادره ان تنجح شهر سيف العقوبات على لبنان وعلى بعض القوى الداخليه فيه، فتعطلت المبادره الفرنسيه عند هذه الحدود، والان يعود الزخم النسبي والمحدود لهذه المبادره بوصول الإدارة الأمريكية الجديدة وتحديدا بوصول الرئيس بايدن. هلأ هون بتقديري أنه في بعض المعطيات الإيجابية لصالح لبنان، أنا في المعلومات التي أملكها. شو هي المعطيات؟ عكس ما يعني ما يروج. نعم، أن هناك تفاهمات أمريكية إيرانية حصلت حول الاتفاق النووي، حصلت ومن ضمن هذه التفاهمات هو الأخذ في الاعتبار الوضع اللبناني، وأيضا وضع حزب الله التعاطي بطريقة مختلفة مع حزب الله، ولذلك المبادرة الفرنسية هي التي تتعاطى مع هذا الوضع، مع الأخذ في الاعتبار لوضع حزب الله بطريقة ما أو بأخرى، وخصوصا أن المعطى الأساسي هو حكومة اختصاصيين. حكومة اختصاصيين موافق عليها حزب الله. لاحظت عليك، وبالتالي الحكومة بشكل ما وبآخر
يعني مسألة تشكيلة تتسارع بالمعطى الدولي. ولذلك لاحظنا أنه رجعوا الأمريكان لمسألة المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهنالك حركة كبيرة الآن للسفيرة الأمريكية في لبنان بهذا الاتجاه، وهي حركة بين مزدوجين أيضا إيجابية. وعلى ما أعتقد أنه الرئيس الفرنسي أجرى اتصالا بروتوكوليا إذا صح التعبير فقط مع الرئيس ميشيل عون، هذا ليس من قبيل الصدفة، لأنه بالمرحلة السابقة عندما كان يريد أن يأتي إلى لبنان أيضا في المعلومات كان فقط سوف يزور رئيس الجمهورية ومن ثم يمضي إلى جنوب للقاء مع قادة اليونيفيل. هذا كان بعد المسألة. تأجل هذا الأمر لأنه منه شايف أي ضوء أخضر لتشكيل حكومة الآن. ما هي المعوقات التي بس قبل ما نفعل المعوقات لو سمحت؟ لا عم بحكي عن المبادرة الفرنسية، المعطيات الأمريكية عم تقول مع المعطيات مع الاتفاق النووي الإيراني. بصريح العبارة حسألك السؤال وبدي كمان بصراحة، هل سيسلم لبنان إلى الوصاية الإيرانية كما سلمته إلى الوصاية السورية؟ لا لا، لن يسلم لأي وصايات بهذا المعنى، لأنه هيك عم ينحكى أنه تحيرا من الوصاية السورية جاء الوصاية الإيرانية. إذا بدك يعني ينبغي أن ننظر إلى الأمر من منظار آخر. السياسي الأمريكي الجديد يريد الرئيس الأمريكي بايدن أن يكون التحكم هو في النظام الدولي للأمريكان، مع ترك هوامش واسعة للأنظمة الإقليمية. بالتأكيد في دور لإيران بالمنطقة راح يكون، في دور لتركيا، هذه قوة إقليمية موجودة، في دور للروسي بسوريا وأبعد من سوريا، هذه الأدوار سوف تكون موجودة. لذلك وخصوصا أن الرئيس الأمريكي يعني الخط العام هو سحب القوى العسكرية الموجودة بالمنطقة، بيهمه مثلا بسوريا يحمي الأكراد. أما لبنان، نوقف عند هذه المسألة، لبنان مهم جدا بالحسابات الأمريكية لأنه منصة لإدارة إقليمية لشؤون المنطقة. من سحب هالبصر؟ لا لا لا، من هون أهمية السفارة الأمريكية الموجودة في بيروت. يعني سوف يكون هنالك تأقلم إذا بدك مع الوضع الإيراني، والدور الإيراني سوف يكون أكثر تأثيرا في المنطقة الخليجية منه عندنا في لبنان. أما هون ممكن الأخذ في الاعتبار للمصالح الإيرانية إذا بدك بتخفيف الضغوط على حزب الله، تخفيف الضغوط الأمريكية، تبدأ المسألة بتخفيف الضغوط، بتعاطي جديد مع حزب الله عبر نافذتين، من ناحية النافذة الفرنسية ومن ناحية تانية نافذة الرئاسة اللبنانية. يعني العلاقة التي تحكم أو تتحكم بالتيار العوني وبحزب الله. لاحظت عليك المسألة الأساسية أيضا أنه هنالك اهتمام أمريكي بوضع المسيحيين في المنطقة مع الرئيس. أنت عندك الآن كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد الحفاظ على مسيحيي سوريا؟ انتبه، هذا أحد الاهتمامات الأساسية بالحسابات السورية. لذلك أيضا التفاهمات الأمريكية الإيرانية سوف تترك آثارا إذا بدك إيجابية على وضع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد. يعني ما بدنا نشغل نحن أوهامنا، بده ينطلق الواحد من الأفكار الحقيقية التي وراء، مع حماية وضع الأكراد، مع دفع الأتراك إلى التراجع، لأنه إذا بدك الرئيس التركي أردوغان كان هو الرئيس المدلل عند الرئيس ترامب في المنطقة، ليس هذا وضعه مع الرئيس الأمريكي الجديد. ولذلك نجد أن التركي يلجأ إلى نوع من التسويات والتراجعات في المنطقة،
وبدأ يفتح حتى قنواته على الرياض على السعودية. يعني مع يعني بدايات للتخلي عن المشروع الامبراطوري، ورحب بالمبادرة الخليجية اللي صارت يعني المصالح الخليجية. هذا السبب هو الخوف من السياسة الأمريكية الجديدة، انتبه يعني والزاتي رئيس أردوغان يعني بيعرف يضبط يعني وضعه له 20 سنة عم يضبط وضعه يعني رجل شاطر. هلا بالنسبة إذا بدك للفرنسي، طالما هو المعني بالمبادرة بالنسبة لتشكيل الحكومة، بيهمني أنا نعرف نحن الأولويات. ما هي الأولوية الآن عند الرئيس الفرنسي؟ الأولوية عند الرئيس ماكرون حاليا هو مستقبل السياسي في فرنسا. هنالك استقصاء قد جرى وهو من جانب فريق الرئيس الفرنسي لمعرفة وضع الانتخابات الفرنسية الرئاسية وهي قريبة. تبين أنه في الجولة الأولى الذي يفوز هي مارين لوبان، اليمين المتطرف، ولذلك في الجولة الثانية يفوز الرئيس ماكرون مبدئيا بفارق نقطتين. لذلك هيجسوا الآن كيف يحافظ على فارق النقطتين. من هون ما رح يقوم بمغامرات غير محسوبة حتى بلبنان إذا ما توفرت عناصر نجاح مبادرته. بس المنتخب الفرنسي يتطلع إلى مثلا المبادرة الفرنسية في لبنان بهمه، ولا بهمه بس الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا؟ المنتخب الفرنسي، المواطن الفرنسي بس ينتخب، رح ينظر إذا نجح ماكرون بلبنان ولا ما نجح بمالي؟ النجاح ومش لذلك عم أقول لك مش مرض، الفشل بلبنان بيأثر على وضعه الداخلي أكيد، ولا بس فقط الوضع الاقتصادي. لذلك عم أقول لك حذر إلى الآن في هو بده يحاول يوظف النجاح في لبنان في مشروع الانتخابات الامريكي، ولذلك لن يغامر، هو ينتظر. بده ينتظر، هلا بده ينتظر نتائج التفاهم الامريكي الايراني، بده ينتظر اذا بدك نتائج الاشتباك السياسي الداخلي اللبناني، بده ينتظر موضوع التحقيق الجنائي. انتبهت؟ بده ينتظر امور كثيره حاليا الرئيس الفرنسي قبل ان يغامر بمبادرته. لذلك اللي عم بيراهنوا انه بكره الرئيس الفرنسي راح يحل المشاكل بتقديري رهان. طيب إذا عم تقول بده ينتظر لأيمتى؟ نحن وين رايحين؟ عم بقول لك إنه القصة مرتبطة بأمور جوهرية وأبعد. طيب بس في تنسيق بين الإدارة الأمريكية يعني والمحادثات الإيرانية الأمريكية وإدارة فرنسا، في ماشيين مع بعض بارالال؟ لا أنا برأيي التفاهمات الأمريكية الإيرانية حصلت بمعزل عن جميع، حصلت ما بدي أقول كيف حصلت. يعني ينبغي أن ننظر إلى الدور الذي قام به وزير الخارجية السابق وهو جون كيري. هذا شخص أساسي ومفتاحي في موضوع التفاهمات الأمريكية الإيرانية. ما بدي أقول أنه ممكن زار إيران، ما بعرف، بس أنه هيدا الأمر حصلت هذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية. الآخرين عم يحاولوا يدخلوا عليها، من هون خوف الإسرائيلي من هذه التفاهمات والتهديد بأنه ممكن أنه يقوم بعملية عسكرية ضد إيران، أو أنه طائرات امبارح الدرون كانت في سماء لبنان. هذا نوع إذا بدك من رسائل لتحصيل أمور أخرى، لأنه ما ننسى أنه بالموضوع الفلسطيني أيضا صح أنه الرئيس بايدن هو مع ما توصلت إليه المنطقة بعملية السلام، يعني شيء اللي حصل من ضده الأمريكان بين السعودية بين الإمارات وعمان وقطر وعمان ومدري شو والسودان، من ضده، ولكن بنفس الوقت يعني يرتقبون ويأخذون في عين الاعتبار المصالح الفلسطينية وفكرة الدولتين. لاحظت عليك؟ هذا أمر بيعرفوا الإسرائيليين أيضا. ولذلك انه اذا بدك البعض كان عم بيراهن مثلا انه هنالك استمرار لسياسة ترامب الامريكية في سوريا وفي امكن اخرى، هذا رهان خاطئ، لانه ما ننسى انه بفترة الفترات كان الرئيس الفرنسي هولاند هو رئيس الجمهورية بفرنسا، كان يريد ان يقصف سوريا ويقصف مقر الرئيس الدكتور بشار الاسد، واستأذن الأمريكيين بهذا الأمر على يعني على غرار ما فعلته الطائرات الفرنسية في ليبيا. كان جواب الرئيس الأمريكي أوباما عليك أن تتمهل، أول شيء أعطيني وقت وبعطيك جواب. ثاني نهار صباحا قال له هذا الأمر ممنوع، فالتزم الرئيس هولاند. إذن السياسة الأمريكية بزمن بايدن
ترتكز بشكل أساسي على ما توصل إليه أو ما كان يأخذ به الرئيس السابق أوباما. يعني ديمقراطيين يعني ولا ينبغي لا ولا ينبغي أن نهمل أمرا معينا أن 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 أغلبية فريق عمل الرئيس بايدن حاليا هو وراء الرئيس أوباما. لاحظت عليه كيف؟ فلذلك سيملك تأثيرا كبيرا في السياسي الجديد هو وجون كيري. جون كيري من مبين كثير. طيب استاذ عبد الهادي دكتور، يعني اليوم عم نشوف حركه للرئيس الحريري. نعم. زار الجمهوريه المصريه، كيف تفسر هذه الحركه؟ انا على ما اعتقد انه الرئيس الحريري يعني يحاول ان ينتزع، يعني في صار عنده زيارتين خارجيه منذ تكليف. تسمح لي اقول لك شو؟ تفضل. يحاول ان ينتزع ضوءا اخضرا خليجيا وتحديدا سعوديا. مصر تملك الكثير من التأثير. لكن ليش راح على تركيا؟ اسمح لي اقول لك شغله. تملك الكثير. سؤالي ليش راح على تركيا؟ راح اجاوبك راح اجاوبك. ذهب مرتين الى الخليج، وفي المرتين لم تحصل لقاءات مهمه للرئيس الحريري لا مع السعودي ولا مع الاماراتي. نعم. يعني ما بدي فوت انا بتفاصيل. لا ننسى انه الامارات تطالب بديون للرئيس الحريري. لاحظت عليكي؟ لذلك كان وهذا عنصر إيجابي لصالح الرئيس الحريري لبنانيا، أنه الرئيس الحريري يغلب مسألة التفاهمات الداخلية على أي اعتبار، حتى على الاعتبار السعودي. السعودي كانت عم تطالبه بأن يكون عنصر ضاغط على حزب الله ويأخذ موقف علني من هذه المسألة. لاحظ عليه؟ بهذا الأمر الرئيس الحريري يغلب المصلحة اللبنانية. على ما أعتقد أنه الفرنسي أيضا يشارك في التأثير على السعودي، ويأتي الآن الدور العربي الذي تحتاجه السعودية. السعودية تحتاج لدور مصر عسكريا وما شابه ذلك، وفي مواجهة إيران، وبالتالي ولأن الزمن هو زمن تسويات، قد يكون الهدف من هذه الزيارة إيجاد نوع من تسوية فعلية، بمعنى أنه تشكيل الحكومة بالمعطى الداخلي اللبناني وهو وبالمعطى الدولي أيضا، لأنه حتى الرئيس الفرنسي أشار إلى هذه المسألة، تحتاج إلى تنازلات متبادلة. تنازلات متبادلة ممن؟ يعني ماذا يطلب؟ نعم. من السعودية؟ نعم. ماذا يطلب من السعودية عبر مصر، عبر قناة مصر؟ مصر لا، عبر القناة المصرية ممكن أنه على السعودية أن تتفهم وضع الرئيس الحريري، لأنه إذا بدك أحد العناصر الضاغطة على الرئيس الحريري الآن هي المملكة العربية السعودية. طيب ماذا فعل بتركيا؟ بتركيا ما أنا بوابة الخليج. اسمح لي أقول لك شغلي، هلأ ذهابه إلى تركيا بتقدير الشخصي كان خطأ، لأنه ما إجا هذا الذهاب بلحظة التفاهم التركي السعودي، ولكن الآن التفاهم التركي السعودي يحصل، لذلك لم يعد هذا الأمر يشكل خطأ. كان ممكن يعتبر هذا خطأ بالنسبة للفرنسي، لأنه الفرنسي أنت بتعرف على العلاقة متوترة مع التركي 100%، ولذلك عم بحكي أنه يمكن حسابات الرئيس الحريري حسابات بريئة أكثر مما هي حسابات سياسية دقيقة وما شابه ذلك. أما ولكن بنهاية الأمر التلاقي التركي النسبي مع دول الخليج ودور مصر في السعودية وحاجة السعودية إلى الدور المصري والتأثير الفرنسي الآن أيضا على 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 السعودية. ما تنسى أنت السعودية قد تكون متضررة أيضا من السياسات الأمريكية الجديدة، وخصوصا أن الذي مول حملة الرئيس بايدن بالنسبة للانتخابات الأمريكية اسمه جيف بيتروس. جيف بيتروس يمتلك أهم شركة في العالم لتوزيع الأغراض، يعني مثل HDL وغيره، بس هي الأولى في العالم، وهو أغنى رجل في العالم. عنده ما يقارب 170 مليار دولار شخصيا. هيدا الشخص ضد ترامب كان، وكان ضد محمد بن سلمان يعني ولي العهد محافظ الألقاب، ويعتبر أن ولي العهد يتحمل المسؤولية في أمر معين، لأنه كانوا تعارفوا مع بعض وتواصل معه ولي العهد محمد بن سلمان، ويقول جيف بيتروس أن قال له كيفك كيف حالك ولي العهد، جاوبه هداك. في هذا الجواب
استطاعت قوى معينة أن تقوم بقرصنة على معرفة أموال جيف بيتروس، وجيف بيتروس كان على خلاف مع زوجته فأخذت نصف أمواله، لذلك عنده نوع من الحقد الشخصي تبه، ويعني ولذلك طلبوا من الرئيس بايدن كان إنه أن لا يعني أن لا يكون هنالك نوع من تخفيف للتوتر في العلاقة مع المملكة العربية السعودية. بس البيان اللي طلع عن الخارجية الأمريكية بأول يومين لستيفن بايدن غير هيك. أسمح لي أقول لك شغلة، خليني أكمل لك يا رجل. بالتأكيد الإدارة الأمريكية الجديدة لا تريد تصعيد التوتر مع المملكة العربية السعودية، وقد لا تفتح حتى ملف الخاشقجي. لماذا؟ الاعتبارات بدها تاخذها بعين الاعتبار، هنالك حلف أمريكي خليجي إسرائيلي بين مزوجين، هذا الحلف يريد أن يحافظ عليه الرئيس الأمريكي بايدن. ليش قلت لك أنه الاعتراف بالأنظمة الإقليمية يريد أن يحافظ عليه في مواجهة إيران؟ أنت إيران بدك تفاوضها لحتى ما توصل للقنبلة النووية، بس تحتاج إلى أوراق قوة. لاحظت عليك؟ من هون كمان إذا بدك هذا السبب اللي دفع ولي العهد محمد بن سلمان إلى إجراء تسويات كثيرة والاستعداد للتفاوض في موضوع اليمن، تبهت عليك، مصالحة قطر، كل هذه الأمور بدأ تؤخذ في اللوحة في ضوء الخوف من تداعيات السياسة الأمريكية. دكتور عبد الهادي، خلينا نأخذ لحظات مع الإعلان ونرجع منكمل حلقتنا. مشاهدينا الكرام، حلقتنا مستمرة مع ضيفي رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع دكتور عبد الهادي محفوظ. أهلا وسهلا فيك عن جديد. يعني بانتظار هالتسويات الإقليمية والدولية اللي عم تحكي حضرتك عنها وتفعيل المبادرة الفرنسية، لكن الشارع اللبناني بعده عم يغلي، بعده جوعان، بعد في قلة مصاري، الليرة راحت فقدت قيمتها، وأيضا يعني ضغوطات معيشية واجتماعية وأيضا أمنية إذا صح التعبير. لوين بدنا نضل ناطرين؟ يعني في حوادث طرابلس شفناها، هي مؤشر تغيير ممكن يصير بالواقع او ممكن يكون ضغط. وين بتشوفها؟ هي مؤشر ضغط ولا مؤشر خلص قنبلة اجتماعية وانفجرت؟ بتقديري الشخصي، يعني انا من الناس اللي بيتابعوا اوضاع طرابلس الفعلية، يعني واوضاع غير طرابلس، عكار والهرمل وبعلبك، مناطق كلها إذا بدك لا تمتلك أي دورة اقتصادية فعلية. طرابلس تحديدا فيها فقر غير معقول، وشباب يفتقدون إلى فرص العمل، والآن يعانون من الجوع خصوصا في ظل الإجراءات التي اتخذت كرمال كورونا، بكرمال كورونا، وايضا مع ارتفاع سعر الدولار على الليره اللبنانيه. هيدي المسائل كلها تؤدي الى امكانيه النفاذ لاي جهه سياسيه او اجنبيه من خلال ظاهره الجوع على هؤلاء الناس. لا شك انه الدافع الاساسي للتحرك في طرابلس هو الجوع وهو الفقر، وهذا الامر ينبغي أن تلامسوا الدولة والحكومة وأن تأخذوا في الاعتبار أولا وقبل أي اعتبار آخر. إنما أنا شخصيا أيضا، لأنه نحن مشكلين ما يسمى اللقاء التشاوري للمحافظات، سميناه اللقاء التشاوري للمحافظات، هو اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات، بس كلمة نخب كلمة مزعجة، اكتفينا بكلمة تابعنا الموضوع في طرابلس والأحداث الأخيرة. ولكون عدد كبير من المواقع الإلكترونية هو جزء من هذا اللقاء التشاوري، ونطمئن إلى ما يمكن أن يصدر عنهم خارج القصص الإعلامية، تم في الحراك الأخير عند حرق البلدية والمسائل هاي، كان في مجموعة ترصد ما يحصل، تبين لها الأمر التالي في المعلومات، أن المجموعات التي كانت تشارك في الهجوم بالمراحل، في أكثر من مرحلة الهجوم، المرحلة الأولى من الهجوم كان يقوم بها شبان صغار من 12 و14 و16 وصولا ل 18، هؤلاء بيقوموا بالاقتحامات أو ما شبه ذلك. يتلو ذلك
مجموعات من عشرات الأشخاص مسلحة ومدربة تدريب غير عادي تقوم بعملها. عندما تقوم بعملها تنكفئ، وهناك من يوشوش في أذن المسؤول عن هذه المجموعات للخطوة اللاحقة. في الرأس تبين أن هناك من يمول هذه المجموعات. هذا التمويل ليس بريئا. من الممول؟ لا أستطيع أنا شخصيا أجزم، ولكن أقول أن هناك تمويل خارجي ولا داخلي. التمويل ما بعرف، عم بقول لك التمويل بدك تقدر تعرفه، لأنه يعني طيب خلينا نحكي بصراحة أكثر. نعم نعم، لأنه خلينا نشوف نحن دلالات الأمر. أنا بدي نوصل لوين، أنه ليس من قبيل الصدفة أنه مثلا المؤسسة العسكرية كشفت البارحة أن هناك مجموعات من داعش في منطقة عرسيل كانت تتهيأ للقيام بأعمال معينة، هيك قالت مصادر الجيش، صح ولا؟ أنه اعتقلوا 5 أشخاص أو أكثر من ذلك. هذا الأمر يمكن سحبه أيضا على طرابلس. أنا ما بعرف إذا داعش أو غيره، يمكن مجموعات سياسية لبنانية متضررة، يمكن بدأت تسيء للعلاقة أو توتر العلاقة بين رئاسة الجمهورية وبين الرئيس المكلف سعد الحريري. ما بقدر، هيدي مسائل بتقديري يفترض أن يمتلك المعلومات حولها ويصارح الناس بها هو الجيش والمؤسسة العسكرية، لأنه الآن في 17 معتقل بعد إلى الآن لدى مخابرات الجيش. لاحظت عليك، هودي بيقدر يقولوا مين كان عم بيقوم بهذا العمل. أنا عم بوصف لك استنادا لمصادر مدنية لا العلاقات بالاستخبارات ولا شيء، وهي مصادر إعلامية يعني زودتنا بهذه المعلومات. فبالتالي الوحيد اللي بيقدر يعرف من الذي كان يمول حتى ما الواحد يزت معلومات فيها نوع من التجني على أحد من الناس أو على جهات محددة، هيدي المسألة تملكها مخابرات الجيش اللبناني. لا شك أنه ممكن بمتابعتك يعني أكيد. نعم. هذه المعلومات تملكها مخابرات الجيش والقوى الأمنية، بس بمتابعتك حضرتك. نعم. يعني تابعت مع قلت مدنيين عندهم معلومات إعلامية صحفية. تمويل، خلينا نحكي عن رجع التمويل. هو أول شيء حراك منه بريء. مين الحراك اللي صار بتراس منه بريء؟ مش ناس جوعاني عن جد؟ الناس جوعاني، وانا بقدر بعتبر هذا الحراك بريء، ولكن في امكانيات ناس تدخل على هذا الحراك. انتبه. طيب، واللي بيدخلوا على الحراك عاده هن ناس منظمين. يعني بيقدروا ياخذوا على الاقل الحراك الى الاهداف المخبئه اللي هن بدهم اياها. طيب، يمكن هذا الحراك يهدف بطريقه غير مباشره اذا بدك لخلق حالة طائفية معينة، يمكن بيستفيد منه القوى المتطرفة طائفيا، يمكن يؤدي إلى ولادة ما يسمى كانتونات تبع، وإلى ردود فعل بمناطق أخرى. لاحظ عليك، الحراك بريء عندما كان عم يتجاوب معه ابن الطريق الجديدة وعم يتجاوب معه ابن تعلبية. هوني أنا بقول لك الحراك بريء كان بمراحله الأولى، يعني مراحل مراحل جوع، وممكن تكون إذا بدك قوى داخلي على هذا على هذه الحركات بأكثر من مكان. لاحظت عليكي، يمكن يكون بهذا الحراك مثل ما قلت لك. ما تنسى أنه وقت اللي بيكون شخص مثل سعد الحريري حاليا لا يملك غطاء دوليا وإقليميا وخليجيا، لاحظت عليكي، يمكن بهذا الحراك ممكن أن يستخدم ضده. ممكن هو بلحظة أولى بعنوان الجوع أو غيره يشكل عنصر ضغط على 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 جهات أخرى تانية. تفلت الحسابات من القوى التي يمكن أن تدير مثل هذا الأمر. الآن بطريقة ما أو بأخرى تعزز دور مين بهالقصص اللي صارت حاليا، وهو مسألة إيجابية، تعزز دور المؤسسة العسكرية، صح أو لا؟ هلأ المؤسسة العسكرية تمسك بالمسائل، ولكن المؤسسة العسكرية لا تملك أجوبة على جوع الناس. ليش؟ لأنه جوع الناس سوف يكبر. بدي أقول لك أمر معين، أنا الشيء اللي شايفه وين بيروح الوضع إذا ما صار في تسريع لتشكيل الحكومة
وهون يمكن دور القوى الخارجية الضاغطة من أمريكان وفرنسيين وتحديدا وإيرانيين وأتراك، خلينا نسمي هذه القوى اللي عم تتحرك على الساحات. إذا لم يحصل ذلك، اسمح لي أقول لك شغلي، راح تلاقي أنت نفسك أيضا بالشارع بالحراك، وأنا كمان، لأنه نحن ما عاد تكفينا مدخيلنا للرب لنقوم بحاجاتنا اليومية. سابقا كانت الدولة عم تشكل نوع من بقرة حلوب، وكانت القوى السياسية تستطيع أن تمسك بالناس عبر الخدمات. هذه القوى السياسية لم تعد تملك ذلك الامتياز. الآن أنا بقدر أقول لك في مدراء عامين مستعدين ينزلوا على الشارع. لاحظت علي كيف؟ إذا المسألة رح تروح على فوضى كبيرة بالبلد، وخصوصا أنه لم يتكون إلى الآن ما يمكن تسميته الحامل الاجتماعي للإصلاح في البلد. بعد الحراك هو مجموعات أحيانا متصارعة ومتداخلة، وفيت علي قوى طائفية تريد أن تستخدم الحراك في مواجهة أطراف أخرى في السلطة، يعني فيما بين. ولا تنسى أن القوى الطائفية عندها قدرة كثيرة على إدارة شؤونها، بتختلف وبتتقاتل وغيره، بس بترجع بتلتقي. أما إذا توصل، إذا بقي الإهمال وبقي الفساد سائد، راح تشوف أنت يعني الحراك الاجتماعي راح يكون كبير جدا وما في حدا يمسكه. أستاذ عبد الهادي محفوظ، يعني قبل ما نختم حلقتنا ما فيني أسألك إلا، ما فيني غيب عن هذا السؤال. صحفيين وضعوا أمام المحاكم، وعم نشوف أنه في البعض يتحدث أنه حرية الصحافة وحرية الإعلام بلبنان هزت، مش انهزت لبل أنه صارت على شفير الانهيار، مزبوط ولا لا؟ عم نشوف أحداث عم بتصير مع زملاء صحفيين وزملاء إعلاميين كل يوم، قضية من هون، رفع دعوة من هون، عم نشوف الوضع هذا إلى جانب الوضع المالي المهترئ للمؤسسات الإعلامية. كدور مجلس وطني للإعلام ما لازم يوقف أكثر مع الصحفيين؟ اسمح لي أقول لك شغلة. أولا نحن باستمرار، وهذا من فترات طويلة بنقول، أنه نحن مع الحرية الإعلامية ومع وضد أي اعتداء على الحريات الصحفية أو على أشخاص الصحفيين، والمجلس الوطني كان يوقف بمثل هذه الحالات مع الصحفيين، باعتبار أنه هو ضد أن تستخدم السلطة في غير مكانها. لكن البلد للأسف أنه الكثير من المسائل تستخدم في غير مكانها في الآن حاليا. عدا عن ذلك، أنه إذا بدك بالتأكيد مش الصحفيين، أحيانا الصحفيين هم عاملين في مؤسسات. الكثير من المؤسسات تحت عنوان الحريات الإعلامية تحاول أحيانا بطريقة ما أو بأخرى أن تخرج عن استقلالية الإعلام، قد يكون أحيانا كثيرة خدمة لتمويلها، لأنه ما تنسى أنت المؤسسات تتمول مبدئيا من مصدرين، الصحافي المكتوبي من الإعلان زائد مبيع الصحافي. مبيع الصحافي صفر الآن، بمعنى أنه الجريدة بتكلف 5,000 ليرة، هيدا وفقا لدراسة أجراها أحد الأشخاص المهمين كانوا بالصحافي، عم تنباع بالحد الأقصى ب2,000 ليرة، صح ولا؟ إذن عم تخسر. بالإعلان لم يعد هنالك مصادر إعلانية كافية للصحف، إذن من أين تتمول الصحافي؟ سؤال أنت بتحاول تلاقي له جواب، أنا ما رح أقوله. يا بدها تتمول من أطراف داخلية، وهي أطراف يعني داخلي بعملية الصراع الداخلي، أو بدها تتمول من الخارج. عندما تتمول من الخارج لا تخدم لا سيادة لبنان ولا المشاريع اللبنانية، بدها تخدم الجهة التي تمولها. بالنسبة للمؤسسات المرئية والمسموعة تعاني أيضا من ضيق كبير. الإعلان اللبناني لا يكفي لمؤسسة واحدة الآن. إذا بدك تاخده هذا الإعلان، مصدر الإعلان هو الخليج حاليا. الخليج أصبح الإعلان بالنسبة له سلاح سياسي. إذا بده يعطيك إعلان بدك أنت تخدم المصالح الخليجية، ما بدك تخدم فقط ما تراه، وما يعني في تحكم بما تريد. ولذلك التمويل إذا ما إجا عبر الإعلان السياسي من الخارج، بده يجي عبر التمويل السياسي من الخارج. أيضا التمويل السياسي من الخارج له أيضا شروطه، وهو على حساب السيادة اللبنانية. أنا شخصيا آمل بأن يكون دور الإعلام مستقل، ولا أعتقد أن أي إعلامي لبناني ممكن
أن يعتدي على حرية الآخر أو أن يسيء له أو أن يلجأ إلى السباب والقدح والزم. أحيانا كثيرة هذا الإعلام يكون مدفوع من جهة ما بدي أن أسميها مين للقيام بمثل هذا الأمر. في كل الأحوال أنا ضد أي عمل تقوم به السلطة القضائية أو السلطة الأمنية بحق الإعلاميين أو باحتجاز أو ما شابه ذلك. ممكن القضاء يقول كلمته ونأمل من القضاء أن يكون نزيها في مثل هذه المسألة، وتحديدا المرجع حاليا وفقا للقانون الحالي للإعلام هو قانون المطبوعات. في مشروع القانون الإعلامي الجديد الذي لم يرى النور إلى الآن ووفق عليه في اللجنة البرلمانية الإعلامية، كان الوضع سوف يكون أفضل لأن هنالك محكمة إعلامية هي اللي بتنظر في مثل هذه القضايا، ويعني بتحسن وضع الإعلامي ولكن بنفس الوقت يعني أنا شخصيا آمل من الإعلاميين حاليا أن يقوموا بدور المهدئ والملطف للخصام السياسي والطوائفي. اسمح لي أقول لك شغلي وعندما يقومون مثل هذا الدور بيكون دور الإعلام بناء، ويكون الهدف من ذلك أنه نشتغل على فكرة المواطن في وطن وليس على فكرة المواطن في طائفة. شكرا لك دكتور عبد الهادي محفوظ. لمشاهدينا الكرام نحن وصلنا لختام حلقة لبنان اليوم بتمام الساعة 2:30، منكم مع نشرة الإخبارية مع ابتسام عكوش.